وبشأن استمرار أزمة تشكيل الحكومة في العراق في ظل حديث عن تقاسم الكتل المناصب، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم العقيدي. أهلا بك أستاذة ثائرة. يعني قيادات الإطار التنسيقي تعقد لقاءات لبحث ملف رئاسة الحكومة، السؤال هنا هل تتوقعين توصل لاتفاق على تسمية رئيس للحكومة في ظل التعقيدات التي أحدثتها التسريبات الأخيرة للمالكي والتي فضحت كل المكونات؟ تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك. طبعا كل يعرف هناك خلافات بين قوى الإطار التنسيقي أو إدارة الأزمة السياسية في المرحلة القادمة. طبعا هناك أطراف داخل الإطار غير متاحة لمسألة تشكيل حكومة من دون التيار الصدري، وتفضل البحث مخش بحث لتحديث تاريخ الانتخابات جديدة. وبالإضافة هناك أطراف أخرى تريد تشكيل حكومة خدمية مصغرة والاتفاق على موعد معين في البرلمان الحالي لانتخابات جديدة خلال عام 2024. طبعا هذين توجيهان يقابلان بالرفض من قوى أخرى، أبرزها ائتلاف دولة القانون اللي صدر بسرعة، دائما كان يسرع تشكيل حكومة بأسرع وقت. أستاذة ثائرة، العامري يعني طالب أو الصدر طالب هادي العامري بالترشح لمنصب رئاسة الوزراء، واليوم قيادي في الإطار التنسيقي يؤكد عدم ترشحه، وكذلك ترشح نوري المالكي. هل هي تفاهمات أم إقصاء لنزع فتيل أزمة قد تصل إلى الاحتراب في ظل وجود السلاح؟ طبعا المقرب والمتحدث العراقي نفى ترشيح هادي عامري يتولي منصب رئاسه الوزراء، ونفى ايضا يوجد اي تواصل صدر مع رئيس تحالف فتح هادي العامري، وقال ان الاخبار غاليه عن الصخب. اما بالنسبه لنوري المالكي، اعتقد ورقته احترقت بعد تسريب الصوت الاخير اللي نشره الاخ الزميل علي فاضل، وفكره عوده المالكي للمشهد السياسي في العراق طبعا يرفض عدد من زعماء القوى السياسيه المنضويه في الاطار التنسيقي نفسه المالكي جزء منه. هاي التسجيلات اطاحت باي فرصه لترشيح المالكي لرئاسه الحكومه المقبله. طبعا هذا التوقيت يعني في هذا التوقيت على الاقل، وقبض على مستقبله، قبض على مستقبله السياسي وهددت وجوده هددت وجود حزبه بالدعوه الاسلامي ومستقبله ايضا. أستاذة ثائرة، بالحديث عن التفاهمات، الإطار التنسيقي تحدث عن توزيع المناصب الوزارية استحوذ على ما يزيد عن النصف، هل ستقبل باقي المكونات بهذه التقسيمة؟ تحالف الإطار التنسيقي يتألف من أحزاب موالية لإيران، طبعا استحوذت على غالبية مقاعد النواب بعد ما الذين استقالوا جماعيا من البرلمان العراقي كتلة ثائرون. طبعا هذا مما يجعل القوى الأولى في المجلس كيف الحكومة هي الطارقين، حيث حصل الإطار 40 من المقاعد من التيار الصدري، 40 مقعد من التيار الصدري. طبعا هذه الإحصائية أظهرتها مفوضية الانتخابات، وأيضا زاد من عدد نواب الإطار التنسيقي إلى نحو 130. هذا يتعلق القوى الاكبر داخل مجلس النواب، ويتيح له تحسين رئيس الوزراء وتشكيل حكومه تتحالف مع برلمانيه اخرى. طبعا نظام الاطار الكتل الشيعيه ابرزها دوله القانون زعامه رئيس الوزراء الاتق الغهاز وكتله الفتح المتمثله فصائل الحاشد الشعبي المواليه للايران. لكن توزيع المناصب لكن توزيع ما يخدم توزيع المناصب شمل التيار الصدري. سيدة ثائرة، توزيع المناصب شمل التيار الصدري رغم خروجه من العملية السياسية بعد استقالة نوابه، بما يمكن تفسير ذلك؟ طبعا ما صدر عن المالكي في التسريبات الصوتية الأخيرة لا يمكن أن ينظر من رجل دولة، حيث نال من أجهزة الدولة الأمنية والحديث عن إسقاط المكونات العراقية السنية والشيعية والكردية. والتسريب المسرب للمالكي يعني نهايته السياسية، ولو استمر في المشهد محاولة للبقاء
لكن هذا طبعا ما راح يحدث. اتضحت لان اتضحت عقائديه وتطرف الانقلابي الطائفي وتوجهاته الدمويه. طبعا هذا الامر الذي لا يمكن ان يصل لا يصل بالعراق الى بر الامان. طبعا مثل حسن افاضل اللي هو كشف هاي يعني هذا التسريبات اللي هو نشرها وقلب الطاوله على راس المالكي في الوقت المناسب. استاذة سائرة هنيئا يعني هذا دعاء الخيرين المطلوبين الذين نالهم ظلم المالك الدموي. استاذة سائرة هل المحاصصة التي اتى بها الاحتلال الامريكي ورسخها شركاء العملية السياسية، هل هذه المحاصصة استطاعت على مدى 17 عاما ان تاخذ العراق الى الامام حتى تكون حلا الان في هذه الازمة السياسية؟ اكيد لا. أكيد المحاصصة اللي شكلها الائتلافات منها إطار التنسيقي، طبعا هاي بس تخدم المحتل والصناعة في المنطقة الخضراء، لأن أولا هذه ألو ألو تفضلي، ما زلنا نسمعك أستاذة ثائرة. تفضلي. أيضا هذه تخدم المحتل والعملاء الخونة في المنطقة الخضراء. نعم أكيد يعني. نعم. إيه نعم. القيادي بحزب يعني الدعوة. نعم. نعم. أستاذة ثائرة، القيادي بحزب الدعوة علي العلاق دعا إلى إقالة نوري المالكي إثر التسريبات الصوتية. هل أثرت بالفعل التسريبات إلى هذا الحد في ضرب حزب الدعوة من الداخل برأيك؟ حزب الدعوة احترقت ورقته مع المالكي من خلال هذه التسريبات آخر شيء، وهذا اليوم نزل التسريب الثالث طبعاً. نعم. نعم. فورقتهم احتقت وخاصة بالذات نوري المالكي، وحتى هذه التسريبات تقدمت إلى لجنة وتأكد لأن اكو المكتب المالكي نفاه وكثير من الأشخاص الموالين للمالكي في هذا الشيء، بس هذا الشيء ما يبري لأن هذه كارثة تهمة عليه. نعم. أثبتت دمويته وأثبتت طائفيته وأثبتت كثير من الشغلات اللي الجرائم اللي هو سواها اللي منها لم سلف العراق داعش انسان دموي يعني خلاص انتهت احترقت ورقه. نعم. هذا يقودنا الى السؤال الاخير، وفي اسالك هل تعتقدين بموافقه المالكي مثلا على الخروج من المشهد سواء بالدعوه التي اطلقها العلاق او بتفاهمات الاطار التنسيقي، أم أن تاريخه سيذهب به إلى المتوقع ويعقد المشهد من جديد مرة أخرى؟ هو أكيد ما راح يقبل لا بالخروج، بس إذا تشكلت محكمة وفتت عليه هذا الشيء أكيد القرار الأول والأخير للمحكمة والمحكمة هو محكمة نزيهة، ونحن نعرف بالعراق المحاكم شلون. الكاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم لقيدي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لكِ.